لسه اخبار شيرين عبد الوهاب وتفاصيل خروجها من المستشفى سر ولغز محدش يعرفه. احنا النهارده معانا تفاصيل جديده وحصريه ومفاجآت بتورط نجم مشهور في الازمه دي. الصوره دي انتشرت بشكل كبير جدا بعد اعلان المحامي ياسر قنطوش خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى تاني يوم بعد ما نشر لها فويس بتقوله فيه يحاول انه يخرجها باي طريقه، وكانت دي طريقته. المحامي ياسر قنطوش قال لوسائل الاعلام ان شيرين بقت كويسه وعاوزه تخرج من المستشفى، وان وجودها هناك بقى غير قانوني، وده بقى عمل حاله قلق للناس في الوسط بسبب خوفهم على حياتها وصحتها. المفاجاه بقى ان شيرين تاني يوم خرجت من المستشفى المفروض تقابل محاميها وتتحرك معاه، بس هي خرجت من الباب اللي ورا وكان في انتظارها نجم كلنا عارفينه، والمرة دي اسمه هيظهر لأول مرة. عمرو سعد وأخوه أحمد سعد هما كلمة السر في اختفاء شيرين وحسام حبيب دلوقتي عن الساحة. الممثل الشهير استنى شيرين وخدها في عربيته وانطلق بيها لمكان في التجمع غالباً عند أسرته في البيت، وأحمد سعد كان دوره إنه يبعد أخو شيرين عنها علشان الدنيا تهدى شوية، خصوصاً إنها خدت قرار وخرجت من المستشفى غصب عنه وهو اللي وداها هناك بإيده. شيرين دلوقتي مختفية وغالباً قاعدة في شقتها في التجمع بتقابل ناس من صحابها بشكل سري، بس الغريب إنها لا شافت بناتها ولا مامتها ولا أختها وواخدة جنب منهم خالص. شيرين غضبانة من اللي حصل معاها، الكل اتأمروا عليها حتى لو قرارها انها ترجع لحسام حبيب مش في مصلحتها، بس مفيش حد يتاخد بالعافية ويدخلوه مصحة لعلاج الادمان وتتحبس كمان ومش عارفة تكلم حد ولا توصل لحد وكمان يكون مبسوط. طبعا حسام ما خرجش من الصورة، ده اصلا ما بعدش عن شيرين لحظة واحدة وطول الوقت كان بيحاول يخرجها من المستشفى. هي ما خرجتش معايا، بس شكلها كده لسه قلبها بيحن وهيلعب دور كبير في حياتها الفترة الجاية. الغريب بقى في الموضوع انه الاول مرة شيرين سايبة بناتها لأبوهم. أزمات كتير قابلت شيرين وكنا كل مرة بنسأل هو الملحن محمد مصطفى زوجها السابق فين؟ هياخد البنات؟ طيب هيتورط في المشاكل؟ لكن هو كان ذكي واختفى عن الصورة تماما لغاية ما بنته نشرت فيديو ليها معاه على التيك توك وهي فرحانة وبتغني وكأنها بتقول لمامتها هتبعدي عننا، عندنا أب ياخد باله مننا. لسه مش عارفين شيرين ناوية على ايه الفترة اللي جاية، هترجع رسمي لحسام؟ طيب هترجع تعيش مع بناتها في فيلا الشيخ زايد؟ طيب هتنتقم من اخوها اللي حبسها في المستشفى غصب عنها؟ محدش عارف، بس الاكيد انها سمعت صوت العقل، وبعد ما كان محاميها بيقول انها هتظهر في فيديو تكشف فيه كل حاجة رجعت في كلامها وقعدت على وضع الصمت.